بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مجددا في هذا المجلس الذي نتدارس فيه معكم كتابا هاما من كتب علوم الحديث، وهو الألفية الموسومة بالتبصرة والتذكرة للحافظ العراقي. الدرس كان قد توقف لبعض الأسباب التي عرضت علينا وعليكم، ونسأل الله أن يبارك في هذه الدروس. واليوم ننوي أن نستأنف الدرس، وكنا أخذنا ما يتعلق بالمسند في الدرس الأخير. آخر ما وقفنا عليه هو المسند، أليس كذلك؟ اليوم نبدأ من المتصل والموصول، من المتصل والموصول، أي من البيت التاسع والتسعين. من البيت التاسع والتسعين. نعم، تفضل مشكورا يا شيخ جابر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله: المتصل والموصول. وإن تصلت سند منقولا فسميه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. نعم، هذا الباب عنون له الناظم بقوله المتصل والموصول، بمعنى كلتا اللفظتين واردتان عند أهل الحديث، فيسمون سندا معينا بأنه متصل، وقد يسمونه بأنه موصول. إذن فقولك هذا الإسناد متصل قول صحيح، وكذلك قولك هذا الإسناد موصول كذلك قول صحيح، والمعنى هو واحد. لذلك قال المتصل والموصول، المتصل والموصول. يقول الناظم: وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا. وإن تصل بسند، أي إن رويت سندا منقولا لكن روايتك لهذا السند رواية متصلة، بمعنى لا يوجد في هذا الإسناد أي انقطاع، فهذا يسمى بالمتصل والموصول. إذن فالمتصل أو الموصول هو إيش؟ خلاف المنقطع. ونحن نعرف أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، والمنقطع أنواع. فقد يكون الانقطاع في مبتدأ الإسناد، وقد يكون في منتهى الإسناد، وقد يكون في وسط الإسناد، فكل هذا منقطع. فإذا سلم الحديث من الانقطاع أو سلم السند من الانقطاع كان ذلك السند متصلا أو موصولا. من أنواع الانقطاعات المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع. انتهينا؟ أربعة: المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. بقي شيء ولا لم يبقى؟ انتهى الشيخ، يجزم. طيب، عنعنة المدلس: انقطاع ولا ليس بانقطاع؟ ها؟ يدخل في الإرسال؟ طيب لا، ليس كيف يدخل في الإرسال الخفي؟ نحن نعرف أن المرسل عندما نفصل في المرسل نقول هناك مرسل جلي ومرسل خفي، لكن قولكم بأن المرسل داخل في أنواع الانقطاع هذا يغنينا عن التفصيل في أنواع المرسل. لكن عنعنة المدلس، هذا
في الاقتصاد في الوسط حتى عن الترابي الآن أنا أيوة. المشكلة ليس في هل هو متصل أم لا ولكن الدعم في الترابي لا أسباب لا طيب ما هي العلة التي من أجلها رد المحدثون عن عنة المدلس ما هي العلة العلة ما هي محمد عدم الاتصال وعدم الاتصال هو الانقطاع نحن نقول بأن من شروط كون الحديث صحيحا أن يكون الإسناد متصلا ويعني ذكرتم بعض أنواع الانقطاع وجل الأنواع التي تعرفها لكن عنعنة المدلس أيضا من الأنواع التي يرد بها الحديث من أجل الانقطاع من أجل الانقطاع الذي يحصل بينه وبين الذي أخذ عنه لأنه لو كان قد أخذ هذا الحديث عن شيخه لصرح باسمه وإنما هناك انقطاع فهذا الانقطاع خفي ليس بظاهر كالانقطاع الذي يكون في المعلق أو المنقطع أو المعضل أو المرسل لكن فيه انقطاع لكن هذا الانقطاع خفي لأن الأصل في رواية هذا الرابع عن شيخه هو الاتصال لأنه من تلامذته معدود في تلامذته هذا الرابع فإذا كان يدلس وروى بعن فحينئذ هناك احتمال قوي أنه لم يسمع فرددنا حديثه نحن لم نرد حديثه على هوى وإنما رددنا حديثه بناء على أنه منقطع بينهما منقطع بينهما إذن فعنعنة المدلس أيضا داخلة في الأنواع التي ترد من أجل الانقطاع من أجل الانقطاع يقول وإن تصل بسند منقولة هنا عبر الناظم بقول وإن تصل بسند أي بأي سند إذن النظر هنا إلى السند وليس النظر إلى المتن إذن فالسند هنا قد يكون سندا لقول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون دون ذلك فلذلك عبر بالسند إذا أي مطلق السند إن تصل بسند أي إذا رويت إسنادا متصلا سواء كان هذا الإسناد عن حديث مرفوع أو عن حديث غير مرفوع فهذا نسميه متصلا أو موصولا وهذه العبارات كلها واردة لدى أهل الحديث فيقولون في حديث وهذا حديث موصول وقد يقولون بأن الحديث حديث متصل وهناك عبارة ثالثة لم يذكرها الناظم هي بمعنى قولهم متصل أو موصول وهي قولهم في الحديث بأنه متصل متصل بالهمزة متصل بالهمزة وهذا نقل عن الشافعي وتعرفون إمامة الشافعي في هذا الفن فقد يعبر عن الحديث أو عن الإسناد بأنه متصل بدلا من قوله متصل وهم أهل اللغة يقولون بأن هذا اللفظ من معاني الاتصال أي قولنا متصل أو قولنا موصول أو قولنا متصل هذا سيان لا فرق بين هذه العبارات ثم بعد ذلك قال سواء الموقوف والمرفوع أي النظر هنا إلى السند وليس إلى المتن لذلك نحن لا نجعل المتصل قاصرا على المرفوع فقط وإنما يشمله كما يشمل الموقوف ولذلك قال سواء الموقوف والمرفوع لكن هنا قال ولم يروا أن يدخل المقطوع إذا قلنا بأن هذا الحديث مقطوع والمقطوع ما هو ما نقل ما أضيف إلى التابع نعم فمن دونه الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي أما المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمام قولنا في الإسناد بأنه متصل أو موصول أو مقتصل هذا يقتصر على الموقوف والمرفوع فقط ولا يشمل المقطوع مع أن القياس أن هذه اللفظة ينبغي أن تشمل كذلك المقطوع لأن النظر عند إطلاق هذه اللفظة
في إسناد معين النظر قاصر على الإسناد ولا يتعدى إلى المتن، فسواء كان المتن قول صحابي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قول من دون الصحابي من التابعي فمن دونهم، فهذا لا يخرج عن كونه متصلا موصولا. لماذا أهل الحديث استثنوا المقطوع مما يطلق عليه بأنه متصل؟ العلة أن هناك تنافرا بين المقطوع والمتصل من حيث اللغة، فالقطع غير الاتصال. إذا قلت هذا إسناد مقطوع من حيث اللغة بعلنه ليس بمتصل، إذن فكيف آتي إلى شيء وصفته بوصف يتضمن من حيث اللغة نوعا من الانقطاع ثم أصفه بوصف مغاير وهو الاتصال؟ فهذا فيه تنافر، صح ولا لا؟ لكن قصدهم هنا بأنه لا ينبغي للمحدث أن يطلق على الحديث المقطوع بأنه متصل هذا المقصود به عند الإطلاق، أي لا يطلق ذلك فلا يقول هذا حديث مقطوع متصل، لا، هناك تنافر فهذا هو الممنوع. لكن لو قيده لكان جائزا. فلو قال مثلا هذا الحديث متصل إلى مالك بن أنس، ونحن نعرف أن قول مالك مقطوع ولا ليس بمقطوع، هو قطعا مقطوع، لكن قيدت فقلت هذا الإسناد متصل إلى مالك بن أنس كان ذلك جائزا. هذا الإسناد متصل أو موصول أو متصل كما هو عبارة الشافعي متصل إلى سعيد بن المسيب كان ذلك جائزا، لكن قولي هذا الحديث المروي أو هذا القول المروي عن سعيد بن المسيب مقطوع متصل هذا يمنعه أهل الحديث، أي إطلاق اللفظتين معا في إسناد واحد هذا ممنوع لوجود التنافر بين لفظتي المقطوع والاتصال، لأن المقطوع من حيث اللغة لو أرجعت الكلمة إلى أصلها اللغوي لتجد أن فيها انقطاعا، فلذلك جمع بين متنافرين هذا لا يمكن أن يحدث ولا أن يكون. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذا قيدناه، نعم، إذا قيدناه، لكن إذا أطلقنا لا. فإذا أطلقنا فالحديث يراد به ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. نعم. الموقوف. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وسرت أو قطعته، وبعد لفظ الفقه سماه الأسر، وإن تقف بغيره قيدته. نعم. بعد أن انتهى من المتصل والموصول وبين لك أن الموصول يشمل المرفوع والموقوف معا أي عند الإطلاق، عرج الناظم إلى بيان ما هو المقصود من الموقوف، فلذلك قال الموقوف أي الحديث الموقوف، ما هو، ما تعرف الحديث الموقوف؟ فقال وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب، أي سمي الحديث الموقوف ما جعلته قاصرا على الصحابي، بصاحب أي بالصحابي، ما قصرته أي ما لم تتعد فيه الصحابية، أي هذا الحديث الذي ترويه سواء كان قولا أو فعلا تضيفه إلى الصحابي فحسب ولا تتعداه لتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سمي بالموقوف ما قصرته بصاحب. ثم بعد ذلك قال وصلت أو قطعته، إذن الأمران سيان، بمعنى سواء كان الإسناد متصلا أو كان منقطعا هذا لا يخرج عن كونه موقوفا. إذن الموقوف يكون صحيحا لكن كذلك قد يكون ضعيفا، فلا يعني إذا قلنا هذا الحديث موقوف أنه صحيح، لا، حتى نقول بأنه متصل وبأن الشروط الباقية المشروطة في الاحتجاج بالخبر متوفر في هذا الخبر ومتوفرة في هذا الخبر، وإلا يبقى الخبر
ضعيفا مردودا. إذا فقولنا للخبر أو للأثر بأنه مقطوع أو بأنه موقوف لا يعني أن الخبر صحيح، لأن الموقوف قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. إذا فلو أتى أحدنا في هذا الزمن وبدأ يحكي حديثا أو يحكي قولا عن علي بن أبي طالب مثلا رضي الله عنه، فهذا لا شك أن هناك انقطاعا بينه وبين صاحب القول الذي هو علي، فهذا نسميه موقوفا لكن لا نقول بأنه موقوف متصل. مثل ما لو جاء أحدنا في هذا الزمن يحكي قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يأخذ هذا القول عن أي كتاب، عن أي كتاب. ولذلك تجد أن بعض المحدثين عندما يرد حديثا معينا بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصل له، أي لن تجد هذا الحديث يروى بإسناد في أي كتاب من كتب الحديث. كذلك الموقوف قد يحكى بأن هذا القول قول صحابي أو هذا الفعل فعل صحابي، لكن لو بحثت في الكتب لن تجد له إسنادا. فعدم وجود إسناد لهذا القول دليل على أن هذا القول لا ليس بضعيف، موضوع لا أصل له، قولهم لا أصل له، أي لا يوجد له إسناد يروى عن الذي يحكى عنه هذا القول سواء كان صحابيا أو كان غيره. إذن فهذا هو الموقوف. قال سواء وصلت، أي وصلت الإسناد، وقلنا فيما تقدم بأن الإسناد الموصول أو المتصل هو ما كان على خلاف المنقطع، ما لم يكن منقطعا بأي وجه من أنواع الانقطاع أو قطعته. انظر قطعته، القطع هنا هو الانقطاع، ولذلك قلنا بأن لفظة الاتصال والانقطاع أو بلفظة الاتصال والمقطوع لفظتان متنافرتان، ولذلك لا يمكن الجمع بينهما. ثم بعد ذلك قال وبعض أهل الفقه سماه الأثر، بعض الفقهاء يسمون القول المضاف أو الأمر المضاف إلى الصحابي يسمونه أثرا، يسمونه أثرا. وسلف أهل الفقه في هذا الباب هو الإمام الشافعي، ولذلك تجد في بعض كتبه يقول هذا القول أخذنا به لوجود دليل يعضده من الكتاب والسنة والأثر. فقوله الكتاب واضح بأنه القرآن، وقوله السنة واضح بأنه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله الأثر يقصد بأنه ما أضيف إلى الصحابي أو إلى الصحابة، فهو سلف بذلك. ولذلك وجدنا أن بعض تلامذته كالحافظ البيهقي صنف كتابا فأسماه، من يعرف هذا الكتاب؟ السنن المأثورة، يعني كتاب سماه البيهقي باسم يوافق فيه صنيع شيخه، والقصد من ذلك أنه يميز أو يسم ما يضاف إلى الصحابي بأنه أثر. لا نعم، للحافظ البيهقي. لا ليس شعب الإيمان، لا بد أن يوجد أن توجد فيه كلمة السنن وكلمة الأثر أيضا. النساء أيضا المشاركة من كنا مطلوبة. من يعرف هذا الكتاب؟ هذا الكتاب موجود في مكتبتكم. طيب الكتب المشهورة للإمام البيهقي أي كتاب تعرفونه؟ السنن الكبرى للبيهقي، هذا من أشهر كتبه أو أشهر كتبه على الإطلاق. لكن هناك كتاب يلي هذا الكتاب، لا، معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار. هذا الكتاب موجود في مكتبكم متوفر. اي نعم، فهو يلي رتبة بعد السنن الكبرى للبيهقي. ولذلك تجد أن كثيرا من الأحاديث التي يذكرها البيهقي في كتابه السنن الكبرى تجدها أيضا مكررة في كتابه معرفة السنن والآثار. فقوله معرفة السنن أي السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله الآثر يقصد به الأثر المنقول عن الصحابة. إذن فكأنه يميز بين الأمرين، مع أن بعضهم
بعضهم لا يفرق بين الأثر بهذه التفرقة، لا يفرق يعني بين الأثر والسنة بهذه التفرقة، فإذا أطلق الأثر كان شاملا لما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما يحكى عن غيره من الصحابة. ولذلك كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار من هذا الباب، شرح معاني الآثار. أنت لو رجعت إلى كتاب الطحاوي ستجد هناك أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وستجد هناك أيضا أحاديث موقوفة على الصحابة، وكلها سماها الطحاوي بالآثار. فهو إذن لا يفرق بين الموقوف والمرفوع بهذه التفرقة، فكلها يسميها أثرا. وهناك أيضا كتاب آخر من هذا القبيل، من يعرفه؟ والمصنف هو ابن جرير الطبري، هو على غرار كتاب الطحاوي. ابن جرير المحدث، نعم، المفسر غير المحدث. اي نعم. ها؟ شرح؟ لا، ليس معاني الآثار، تهذيب الآثار. أحسنت، تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري، أيضا من هذا القبيل، أنه لا يفرق بين الموقوف والمرفوع بهذه التفرقة. إذن بعض أهل الحديث يفرق بينهما فيسمي الأثر ويجعله قاصرا على ما أثر عن النبي عن الصحابة رضوان الله عليهم، أما المرفوع فلا يسميه أثرا وإنما يسميه سنة. وسلفهم في ذلك، قلت لكم بأنه الحافظ الشافعي هو سلف الفقهاء في هذا الباب، ومن تلامذته من صنع هذا الصنيع الحافظ البيهقي في كتاب معرفة السنة والآثار، ففرق بين السنة والآثار وقصد بالآثار ما أثر عن الصحابة وبالسنة أو السنن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وبعض أهل الفقه سماه الأثر. قال وإن تقف بغيره، إذا أردت أن تقف أن تقول بأن هذا القول أو هذا الحديث أو هذا الفعل موقوف لكن عمن دون الصحابي، فلا بد أن تقيده ولا تطلقه. إذن قولنا هذا حديث موقوف، هذا لا يتبادر إلى الذهن إلا ما كان مأثورا عن الصحابة، لكن إذا أردت بأنه موقوف على مالك فلا تقول هذا حديث موقول وتقصد به ذلك القول المحكي عن الإمام مالك. إذن فكيف ستفعل لتنجو من هذه المصيبة؟ هي أن تقيد قولك، فتقول هذا حديث أو هذا قول موقوف إلى الإمام مالك، أو موقوف عن مالك، موقوف عن الشافعي ونحو ذلك. ولذلك قال وإن تقف بغير، إن وقفت بغير الصحابي فقيد ذلك القول ولا تطلقه، تبر. إذا فعلت ذلك زكى عملك ولم تنكر، زكى عملك ولم تنكر، أي تبر، أي يزكو عملك ولا ينكر فعلك. نعم. المهر وسمي بالمقطوع قول التابع وفعله وقدر آل الشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البرداعي. نعم. بعد أن انتهى الناظم من الموقوف أتى إلى النوع الذي بعده وهو المقطوع، وقلنا لكم أثناء الشرح بأن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، كما قيده بعض المتأخرين من أهل الحديث كالحافظ بن حجر مثلا، هو يقول المقطوع. قال وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، القول الذي يحكى عن التابعي كذلك الفعل الذي يحكى عن التابعي هذا يسمى مقطوعا، شريطة أن لا تكون هناك قرينة لحمله على الرفع، كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا الباب، في الباب التالي سيذكر المصنف أو الناظم فروعا لما يحكم عليه
بأنه مرفوع حكما، بأنه مرفوع حكما. قال وسمي بالمقطوع قول التابع وفعله، إذن هذا يسمى مقطوعا. لكن شريطة أن لا تكون هناك قرينة لحمل ذلك القول أو الفعل على المرفوع الحكمي. قال وقد رأى للشافعي، وقد رأى للشافعي، من الذي رأى للشافعي؟ ابن الصلاح. نعم، رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، أي الإمام الشافعي أثير عنه في عباراته يقول في وصف حديث ما بأنه منقطع. نحن إذا وصفنا حديثا معينا بأنه منقطع ماذا نقصد به؟ نعم، ما في سقط في الإسناد، ما لم يتصل إسناده، هذا هو المنقطع من حيث الإصطلاح. لكن الشافعية أطلق المنقطع وأراد به المقطوع، أطلق المنقطع وأراد به المقطوع، وهذا ما يسمى بالإصطلاح الخاص، أي هذا الإصطلاح خاص بالشافعي. وهذا حتى لو نظرتم في عبارات الجرح والتعديل تجدونها لدى بعض الأئمة. فالمصطلح قد يكون معروفا من حيث العموم، لكن عند بعض الأئمة يطلق هذا المصطلح ويريد به معنى آخر غير المعنى العام الذي يعرف به هذا المصطلح. فمثلا لما نأتي إلى عبارة البخاري في الجرح والتعديل قد يقول في الراوي فيه نظر، فيه نظر، فيه نظر، جرح ليس بشديد، ليس بشديد، حتى اللفظة توحي بذلك، معنى اللفظ يوحي بذلك، فيه نظر، يعني كأنه ليس بقوي، لكن الجرح لا يكون شديدا، لكنه عند البخاري شديد، لأن البخاري كان ورعا في ألفاظه. وقوله أيضا في الحديث أو في الراوي سكتوا عنه، طيب سكتوا عنه هذا المعنى يوحي أن الرجل مجهول أو قريب إلى الجهالة، سكتوا عنه أي لم يصدروا شيئا مما يتعلق بعدالته أو بجرحه. فهذا هو المعنى العام، هو جرح لكن ليس بشديد. فالراوي الذي يجرح بهذا الجرح مقبول الحديث في المتابعة، ولكن لا يقبل الحديث إذا انفرد، لكن عند البخاري جرح شديد. ابن معين يأتي إلى الراوي ويقول ليس بشيء، ليس بشيء، هذا جرح شديد ولا خفيف؟ ها تريد شديد، ليس بشيء، هذا يطلق يعني ينكر أن يكون الراوي شيئا له معنى، يعني ليس بشيء، كأنه يقول ارمي به ليس بشيء، اطرحه لا تعبأ بحاله. لكن عند ابن معين ليس بشيء بمعنى أن الراوي حديثه قليل، حديثه قليل، وهذا المعنى هام جدا لطلبة العلم أن يفهموه. وإلا قد تأتي إلى الراوي وتقول كيف للبخاري أن يخرج هذا الراوي الذي يقول فيه ابن معين ليس بشيء، وابن معين إمام الجرح والتعديل، الآن عثرت على ما لم يعثر به أحد ممن تقدم علي، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه وفي هذا الراوي يقول في ابن معين ليس بشيء، يعني ينفخ في الأمر. فإذا نظرت في الأمر عرفت أن الرجل باعه قاصر جدا في هذا الفن. ولذلك الإصطلاحات الخاصة لدى أهل العلم لا بد أن تكون معروفا. إذن فقول الشافعي في حديث ما بأن هذا الحديث منقطع لا يعني أنه يرد الحديث، مع أن المتبادر إلى الذهن أن الحديث مردوع، مردود، لأننا لا نطلق الانقطاع إلا على حديث مردود، هذا الحديث منقطع بمعنى ضعيف، لأن الانقطاع من أنواع الحديث الضعيف. لكن عند الشافعي خاصة لا يقصد به الضعيف، إنما يقصد به المقطوع. إذن فالمقطوع عند الشافعي هو المنقطع، ولذلك قال وقد رأى ابن الصلاح للشافعي تعبيره، أي تعبير المقطوع به عن المنقطع،
تعبيره به عن المنقطع. إذن فقول الشافعي في الحديث بأنه منقطع لا يعني أن الحديث مردود، وإنما يقصد به أنه مقطوع. ثم بعد ذلك قال الناظم زاد شيئا وقال قلت، أي الناظم، وهذه من زياداته، وعكسه أي عكس الشافعي من إصطلاح البردعي. إصطلاح البردعي، طيب كيف إذن سيكون إصطلاح البردعي ما دام هو عكس من الصلاح؟ عكس الشافعي عفوا، كيف سيكون إصطلاح البردعي؟ يقول المنقطع ويريد به المقطوع. إذن هذا الإصطلاح إذن معرفته هامة جدا، معرفته هامة جدا. وإن كان البرديجي اسمه ليس مشهورا كغيره من أئمة الحديث، لكنه معروف. البردعي هو البرديجي نفسه، يقال له البردعي ويقال له البرديجي. والمنكر الفرد كذا البرديجي، البرديجي هو نفسه البردعي، هو أبو بكر هارون البرديجي، أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، نعم، يقال له البردعي ويقال له البرديجي. إذن هذا إذن عكس الشافعي هو البردعي. إذن البردعي عندما يريد أن يصف حديثا مقطوعا يقول بأنه منقطع، أو ليس كذلك؟ ولا هذا إصلاح الشافعي؟ طيب البرديجي عندما يريد أن يصف حديثا منقطعا يسميه بالمقطوع، بينما الشافعي عندما يريد أن يصف حديثا مقطوعا يسميه بالمنقطع. والإصطلاحان متغايران أي متعارضان، ولكل معناه المقصود من ذلك الإصطلاح. نعم كرام. قال الصحابي من السنة أو نحو أمرنا بالرفع ولو بعد النبي قاله بعفو على الصحيح وهو قول الأكثر. نعم فروع، أي هذه الفروع متعلقة بما تقدم، وهو المبحث الذي تعرض فيه الناظم للمرفوع. المرفوع الذي يعني تقدم معنا في الأبيات السابقة المقصود به المرفوع الصريح، لا أحد يشك في أن هذا الحديث مرفوع، الحديث الذي يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا لا أحد يشك في أنه مرفوع صريح. لكن هناك بعض الأحاديث تأتي على صيغة الموقوف أو المقطوع ويحكم لها بالمرفوع، أو يحكم لها بالرفع، ويحكم لها بالرفع، وهذا ما يسمى بالمرفوع الحكمي. فلذلك قال فروع، أي هذه الفروع وهي سبعة فروع ذكرها الناظم فيما نستقبله من الأبيات، هذه الفروع كلها مما ينتظم تحت العنوان المشهور لدى أهل الحديث المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي، فالمرفوع الحكمي غير المرفوع الصريح، الصريح هو ما لا يشك أحد في أنه مرفوع، أما الحكمي هو لم يأتي على صيغة المرفوع، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أو هو الذي فعل، وإنما فيه صيغة تدل على أن هذا مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما كان قصد المحدث أو الذي روى هذا الحديث قصده أن هذا مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فروع. الفرع الأول هو قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، هذا كله مرفوع حكميا. إذا قال الصحابي من السنة كذا، هذا يكون حكمه حكم المرفوع، مع أنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإنما قال من السنة. وهذا تقريبا يكاد أهل الحديث يتفقون عليه، حتى أهل الأصول متفقون معهم في هذا الباب. وإن عثر خلاف في هذه المسألة فهو خلاف يسير، ولذلك حكى بعضهم الاتفاق على هذه المسألة بأن الصحابي إذا قال من السنة فهذا يكون مرفوعا حكميا، يكون مرفوعا حكميا. كذلك لو قال أيضا أمرنا، ولو أردنا القياس على هذه الألفاظ أيضا سنقول نهينا داخل في هذا الفرع، أي فرع أول، حرم علينا داخل في هذا الفرع، أوجب علينا داخل في هذا الفرع، أبيح لنا داخل في هذا الفرع، رخص لنا أيضا داخل في هذا الفرع. هذه الألفاظ كلها دالة على أنها
مرفوعة لكن ليست الرفع فيها صريحا وإنما الرفع فيها حكمي حكمي. تمام يا مشايخ؟ إذن فهذه الألفاظ كلها من المرفوع الحكمي. نعم، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع. من يعطيني حديثا فيه قول الصحابي من السنة كذا وكذا؟ من يحفظ منكم حديثا؟ نعم، من السنة إذا تزوج الرجل البكرة أن يقيم عليها صمص. نعم، وإذا تزوج الثيبة؟ نعم، هذا قول أنس ولا قوله؟ حديث أنس. نعم، طيب، هذا صريح أنه يوافق ما قاله الناظم من السنة. إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذن فهذا مرفوع، لكن مرفوع حكمي من السنة كذا. نعم سحنن. إنه من السنة. نعم، إنه من السنة. طيب، بعض أهل الحديث كالحافظ ابن حزم أبي بكر ابن حزم خالف في هذه المسألة، وتعرف أن ابن حزم يخالف كثيرا، وقد تقدم معنا في قصة المعازف أن الناظم كان ينبه لا تتبع قول ابن حزم المخالف، أي أنه كثير من كثيرا ما يخالف أهل العلم في مسائل العلم. هو يقول لا، من السنة لا يمكن أن نفهم بأن الصحابي إذا أطلق اللفظ يكون مرفوعا حكميا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول لأمور، منها أن السنة هنا قد يعني بها الصحابي سنة الخلفاء الراشدين، وقد ورد في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قوي ولا ضعيف؟ قوي. طيب، إذا كان قويا فكيف سنجيب عنه؟ نعم يا عبد الحميد. هذا لا خلاف، لا خلاف في أنه يكون من السنة عند المحدثين، سواء كان من الخلفاء الراشدين أو من غير الخلفاء الراشدين. قد يقصد سنته، يقول هذه سنة علي. هو لم يفصل في هذه المسألة، لكن أظن أن مثل هذا المثال يخرجه عن مقصوده. يقول مثل هذا المثال قد يستثنى من مقصوده، لكن غالب العبارات التي تأتي هذه عن الصحابة لم تأتي عن الخلفاء الراشدين، من السنة كذا أو من السنة كذا. إذن فكيف نجيب عنه؟ نعم يا جو. هو لا يفرق بينهما، لكن يفرق من حيث النوع الذي يعطى هذا 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 القول او هذا الفعل. فمعروف ان قول عمر بن الخطاب وان كان سنة فهو ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي دون قول النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل. اي نعم. نعم، هذا هو الجواب الصحيح. المقصود أن إطلاقهم للفظة السنة لا يريدون به إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردتوا التقييد فسيبيننا ذلك، والذي ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه الألفاظ التي أطلقت وقيل فيها بأنها من السنة فكلها أو جلها يقصد بها الصحابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قولهم من السنة عند الإطلاق مقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء الأمر على ما هو عليه حتى يرد شيء يخرجه عن أصله. فلورد شيء يخرجه عن أصله كشيء يصرفه عن الأصل، فحينئذ يحمل كل أمر بما هو مناسب لحاله. طيب، ابن حزم أيضا لم يكتفي بهذا، وإنما أيضا استدل بدليل. يقول ليس دائما أن الصحابي إذا قال من السنة يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه روي عن ابن عمر أو عن ابن عباس لا أذكر جيدا
قوله أليس حسبكم سنة نبيكم إذا صد أحدكم عن البيت أن يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحج من قابل أي من عام قادم ويهدي أو يصوم. طيب ما وجه الاستدلال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في غزوة الحديبية لم يصنع كما فعله أو كما قاله ابن عمر كما قاله ابن عمر في هذا الحديث، وإنما لما صد عن الحديبية لم يصل إلى البيت أصلا، وإنما حلل في مكانه قبل أن يصل إلى البيت ورجع قافلا إلى المدينة، أليس كذلك؟ إذن فقوله أليس حسبكم سنة نبيكم هذا مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، إذن فقطعا ابن عمر لا يقصد هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقصد سنة غيره من الصحابة. نعم نعم فعلا وجيه، ابن عمر قال سنة نبيكم، إذن فكيف يقصد به غيره؟ قلت بأن ابن عمر إذا قال سنة نبيكم يمكن أن يكون مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن يفعله. نعم، هذا هو الجواب الذي أجاب عنه. هو ابن حزم وجه استدلاله يقول وهو إن ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث فعله إذن فلعل الصحابية اجتهد وبنى على اجتهاده ونسب هذا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اجتهاده، لأن السنة قد يقصد بها الطريقة أو المنهج، فهو قصده هنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقته وليس سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا قد يكون مغايرا لقولنا بأن الصحابي إذا قال من السنة يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت المغزى؟ ولذلك لما أجاب عنه أهل العلم قالوا بأن ابن عمر كونه لم ينقل هذا الأمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك أنه لم ينقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فينقله عنه ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان فعله لما صد عن البيت في غزوة الحديبية لم يكن موافقا لهذا القول واضح؟ نعم، إذن يبقى أن الفرع الأول فرع صحيح، فقول الصحابي من السنة يقصدون به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لو قال أمرنا أو نهينا مثل قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهناك أحاديث كثيرة وردت في بهذه الألفاظ أمرنا ونهينا أبيح لنا رخص لنا ونحو ذلك أجيب علينا وأيضا حرم علينا، لأن الآمر أو الناهي أو المبيح أو الموجب هو الشارع، والشارع في زمنهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره، لذلك قال ولو بعد النبي قاله بعصره، ولو قال هذا الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال هذا الكلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مرفوع من باب أولى، إذا قال هذا الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا حكميا، فكيف إذا قاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب أولى. قال على الصحيح، بمعنى أن بعضهم خالف في هذه المسألة ويقول إذا قال هذا الكلام وقيده بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكون مرفوعا حكميا، أما إذا قاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مرفوعا حكميا، قال وهو الصحيح يكون أيضا مرفوعا حكميا حتى لو قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعصره، قال وهو قول الأكثر أي قول أكثر أهل الحديث. نعم، وقلت لكم بأن بعضهم نقل الاتفاق في هذه المسألة خصوصا في قول الصحابي من السنة كذا. نعم نعم، هذا من هذا القبيل، والغريب أن هذه المسألة يعني أثيرت في الساحة السنغالية في المجتمع السنغالي من قبل رجل يدعي العلم وهو عنه بعيد،
خصوصا علم الحديث. وسبحان الله يعني أحدث ضجة في هذه المسألة، يقول المسألة هذه ليست مرفوعة. ولو رجعت إلى كتاب فتح المغيث هذا المثال بالذات أورده ضمن ما يحكم له بالرفع تحت الفرع الأول، كنا نؤمر أو أمرنا، هذا كله يدخل في المرفوع الحكمي. والحافظ السخاوي ذكر هذا المثال بالذات الذي ينكره الرجل وجعله من الأمثلة التي تندرج تحت هذا المثال. نعم، ولذلك المناقشة مع هذا الرجل أظن لا طائلة تحتها، لأنك تناقش رجلا يحترم العلم ويعرف أين يضع كعبه، لكن الرجل الذي يعني هو عن هذا العلم جاهل ويدعي يتبجح لا ننسى عنه. طيب، وقوله كنا نرى كان مع قصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك لا، وللقديم كنت لكن جعل مرفوعا الحاكم والرازي ابن القديم وهو القوي، لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف، حكما لدى الحاكم والقديم والرفع عند الشيخ ذو تصويب. نعم، هذا هو الفرع الثاني، هو قوله كنا نرى أو كان الناس يؤمرون، يعني المثال هو ذكره فيه تحت هذا الفرع الذي هو الفرع الثاني. إذا قال الصحابي كنا نرى، قال إن كان مع عصر النبي، أي إن كان هذا الوصف أو إن كان هذا الوصف مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من قبل ما رفع، أي يكون له حكما، يكون مرفوعا حكميا. أي إذا قال كنا نفعل ذا كذا يعني أمرا من الأمور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون داخلا في هذا الباب، أي في المرفوع الحكمي، في المرفوع الحكمي. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبل ما رفع. طيب، وقيل لا، بعضهم خالف في هذه المسألة وقال لا هذا لا يكون من قبل ما رفع. وممن خالف في هذه المسألة أبو بكر البرقاني وهو من أهل الأصول، لكن المحدثين غالبهم متفقون على هذه المسألة. قول الصحابي كنا نرى ويصف ذلك ويرجع إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. كقول جابر مثلا كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن هذا المثال لو قيل لكم طيب هذا ما فيه شيء يتضح منه أنه أضاف هذا الفعل إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله كنا نعزل والوحي ينزل. ها، كيف تردون عليه؟ والقرآن ينزل، أحسنتم، لأن القرآن ما نزل إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من يدعي وهو من الدجاجلة قد يأتي في زمن من الأزمنة ويقول بأن القرآن ينزل علي. ولا تستغربوا أن تروا مثل هذا في بلادنا نحن، لأن بعضهم يدعي النبوة أنه نبي. نعم، وهذا ترونه كل وقت وآن. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. في بلد يقال بأن نسبة المسلمين فيه أكثر من 95%، لكنه هو الجهل، وإن كانوا مسلمين بهذا العدد لكن عدد غالب هذا العدد جاهل عن دينه، وبعضهم يتبع هواه لأنه يجد لذة الدنيا تحت هذه الدعوات، فيريد أن يروج دعوته لينال بعضا من حطام الدنيا. ولذلك لا تستغرب أن تجد رجلا يقال بأنه يعرف بمعنى يستطيع أن يقرأ القرآن ويقرأ السنة، ثم يدعي مثل هذه الدعوات المنكرة. لا تستغرب أن تجد مثل هؤلاء الرجال، لأن الأمر الذي يكون وراء هؤلاء هو ترويج أمورهم، لأن هذه الأمور هي التي تتعلق بها شهواتهم ومعاشهم. أما العامي والجاهل وهم أكثر المجتمع فهم لا يدرون
خصوصا الذي يعيش في مجتمع أو في حي معين ويعيش بينهم وبين ظهرانيهم، هو منذ ولادته ويسمع هذه المقولة، يعني إذا ترعرع على هذه المقولة حتى يصير شابا فيستحكم فيه مثل هذه الأمور، فإخراج هذه الأمور عنه لا شك أنه سيكون صعبا. ولذلك لا بد للداعي أن يكون حكيما في دعوته، لأن العقيدة عقيدة عزيزة، الإنسان لا يعتقد شيئا خصوصا إذا كان عاميا أو جاهلا إلا ويعتز به. أنت لتخرجه عنه لا بد أن تكون حكيما في دعوتك، تريه أن هذا الأمر ليس بثابت بأدلة مقنعة وراجحة، دون أن تجرح مشاعره، لأن جرحك للمشاعر هذا عائق دون الوصول إلى الهدف الذي تنشده من تغييره. نعم. إذن فقوله قال وقيل لا، أي قيل بأن هذا لا يكون مرفوعا حكميا، وقد قاله البرقاني. ثم بعد ذلك قوله وقيل لا كأنك تقف، قال أولى، أولى معنى آخر، أي أولى يضاف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الأول إذا قال الصحابي كنا نرى وأضاف ذلك القول إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرفوعا حكميا. أما إذا لم يضف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى، أي إذا لم يضف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا، هذا لا يكون مرفوعا حكميا، أولى فلا. وقيل لا أو لا فلا، فهمه ليس بسهل يا مشايخ. وقيل لا أي لا يكون مرفوعا حكميا سواء أضيف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضاف، هذا قاله البرقاني. أولى بمعنى أولى يضاف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلا، أي لا يكون مرفوعا حكميا، قاله بعضهم. وممن قالوا قال كذاك له، أي هذا قول من؟ قول من؟ كذاك له هو من الصلاح، أي هذا هو قول من الصلاح، بمعنى إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا ولم يضيف ذلك القول إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون مرفوعا حكميا، لأنه قد يحكي شيئا كان يفعله في زمنهم، كان يفعله في زمنهم. أما إذا قيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع الحكمي. فلذا قال أولى فلا كذاك له، أي هذا هو قول من؟ ابن الصلاة وللخطيب، كذلك هو قول الخطيب. إذا قول الخطيب بأن قول الصحابي كنا نؤمر إن كان مضافا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع الحكمي، أما إذا لم يضف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون من قبيل المرفوع الحكمي، هذا هو قول ابن الصلاة وهو قول الخطيب البغدادي. كنا نؤمر أو كنا نرى، من كلها كل هذا يدخل في هذا الفرق. أي نعم، هذا سيأتي إن شاء الله في آخر المبحث إن شاء الله. أي نعم، لنبين أن أهل الحديث هم لا يتقيدون بإضافة ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الإمام البخاري خرج هذا في صحيحه وحديث سالم بن أبي الجعد عن جابر. نعم. طيب، ثم قال بعد ذلك هذا هو قول ابن الصلاح وهو قول الخطيب. قال الناظم قلت، كأنه يستدري، قال لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي من الخطيب. إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالحافظ من الصلاح وكذلك الخطيب البغدادي لا يجعلنا ما يقول فيه الصحابي كنا نرى إذا لم يضف ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا من قبيل المرفوع، بينما خالفهم في ذلك من؟ الحاكم الرازي وأبو عبد الله، وهذا في معرفة علم الحديث، كذلك الحافظ الرازي وهو ابن الخطيب. ابن الخطيب هو نفسه الرازي صاحب المحصول الأصولي، هو اسمه محمد بن الخطيب الرازي، أبو بكر محمد بن الخطيب الرازي، لذلك قال لكن جعله مرفوعا، أي الذي ينكره الحافظ بن الصلاح كذلك الخطيب البغدادي هذا خالفهما فيه من؟ الحاكم والرازي الذي هو من الخطيب، الذي هو من الخطيب، قال وهو القوي، وهذا هو القوي في المسألة، هو القوي في المسألة. ويدل عليه أن الشيخين اعتمدا على هذا في كتابيهما، ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن أبي عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. بوب الإمام البخاري باب التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول. ومعروف أن الإمام البخاري لا يبوب إلا على شيء يكون مرفوعا في غالب أمره، فهو احتجاج بهذا الخبر وإيراده أورده على قبيل أنه مرفوع حكمي، مرفوع حكمي، وهذا هو القوي، أي هذا هو الأقوى في هذا الوقت. لذلك قال الناظم هو القوي. ثم بعد ذلك جاء بمثال آخر ليس بصريح أن يدرج ضمن الأمثلة التي ذكرناها هنا، لأن فيها نوع خفاء، وهو الحديث الذي روي أن الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قرعوا الباب بالأظفار. تعرفون الظفر؟ أنت لو تأتي وتريد أن تقرع باب الأستاذ أو باب المدير، بعضهم يأتي ويقول كن 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 بقوة حتى يفتح له المدير، وحتى لو كان المدير مشغولا سيسمع من الذي يقرع الباب. لكن الصحابة كانوا متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يتجرؤون أن يقرعوا الباب بالأيادي أو بالأصبع، وإنما يقرعون الباب بالظفر. انظر كيف يكون قرع الباب بالظفر خفيا على من بداخل الباب، حتى إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، إذا لم يسمع رجعوا إلى حيث أتوا، وهذا من شدة التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أقواله. فلذلك قال لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم، الحاكم الذي كان يقول بأن هذا الأمر وإن لم يضف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبل المرفوع الحكمي، في هذا الحديث يقول بأنه موقوف، كأنه خالف، لا خالف، نعم قوله أو خالف مصطلحه في هذا الباب. فلذلك قال لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب. أما الخطيب فهو موافق لمذهبه، لكن الحاكم هنا خالف مذهبه. ما هي العلة التي ألجأت الحاكم لمخالفة مذهبه؟ ما هي العلة يا مشايخ؟ هل تستطيعون أن تستنضبطوا علة في هذا الحديث؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار، فجعله مرفوع، فجعله موقوفا ولم يجعله مرفوعا حكميا، مع أن القياس عند الحاكم أن يدرجه ضمن المرفوع الحكمي. فما هي العلة؟ نعم يا عبد الحميد. لأن هذا قرع ليس بأمر النبي ولا منه. طيب إذا لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون من باب تقريره؟ قد يكون. طيب إذن ما هي العلة؟ كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر، بالظفر أو بالأظفار. نحن نريد هذا فقط، لأن هذا فقط هو الذي يهمنا. ما هي العلة؟ والغريب أيضا يقول هنا والرفع عند الشيخ ذو تصويب، ابن الصلاح حكم على هذا بالمرفوع الحكمي مع أنه أيضا يخالف مذهبه. فابن الصلاح خالف هنا مذهبه، كذلك الحاكم خالف هنا مذهبه. نعم، بمعنى ابن الصلاح هو لم يخالف مذهبه، هو وافق مذهبه. طيب إذن الخطيب البغدادي أيضا وافق مذهبه، إذن الخلاف على من؟ على الحاكم. أحسنت يا محمد، إذن الخلاف على الحاكم، لأنه قالوا كان الصحابة يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك وإن لم يكن صريحا في أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفهم منه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من المثال الأول كنا نعزل والوحي ينزل. نعم، أو القرآن ينزل. نعم، إذن لماذا الحاكم خالف هنا مذهبه؟ العلة. نعم فضل شيء. نعم هذا هو الذي يشعر، لأنهم أوردوه
يعني في من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه ما صحنون أي ولو قال التابعي، ولو كان التابعي، لكن هو أسند ذلك إلى الفعل المقصود الفعل، هل هذا يحكم له بالمرفوع الحكمي أو ليس كذلك؟ لأن هذا الصنيع، هذا الصنيع يحتمل أمران أو يحتمل أمرين عفوا. الأمر الأول هو القرع بالظفر، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر ذلك. القرع بالظفر، أنا لو أتيت إلى باب المدير وقرعت بالظفر، يعني في غالب الأحوال المدير لا يفهم، لا يسمعني، لا 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 يعرف هل أنا قرعت أو استأذنت. نعم مقام النبوة أرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أيضا أنه اطلع على هذا الأمر وأقرهم عليه، فكونه هو يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر خفيفا بحيث لا يمكن أن يطلع عليه، لأن هذا الأمر لا يتعلق بحكم شرعي، وإنما غايته أن يرجع إلى الأدب والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. هو يختلف عن قول الصحابي كنا نعزل والوحي ينزل، لأن هذا متعلق بحكم شرعي، لأن العزل فيه تفويت للولد بحيث لا يحصل حمل من 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 هذا الأمر. وفي أمور أخرى متعلقة بهذا الفعل، فهي أمور شرعية لا بد أن يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقرهم على ذلك دل على الجواز. لكن قرع الباب بالظفر هذا تأدب فقط، غايته التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك، ويحتمل أنه شعر به وأقرهم عليه. فمن قال شعر به وأقر عليهم جعله مرفوعا حكميا، لكن من قال لم يشعر به لخفاء هذا الأمر أخرجه مما هو مرفوع حكمي، وهو قول الحاكم النيسابوري. واضح يا مشايخ؟ إيه نعم. طيب إذن نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا هو نار عربي. إذا قال لا يساوي شيئا فهذا يكون جرحا شديدا، لكن عبارة فقط ليس بشيء، ليس بشيء. نعم. وإن شاء الله هذا ستأخذونه في السنة الثالثة. إيه نعم، في الجرح والتعديل. نعم. الذي عنده سؤال وإلا نرفع الجلسة. طيب إن شاء الله موعدنا نفس الوقت نفس اليوم، لكن ابتداء من الساعة الثالثة والنصف إلى الرابعة، يعني بين الثالث أهم شيء ثالث والنصف، يعني يكون أنكم تغديتم واسترحتم قليلا حتى تنشطوا للدرس. لكن أخشى أن الذي يتغدى ويشرب الشاهي يأتي وهو غارق في نومه، لأن الأكل يورث الكسل. نعم يورث الكسل بخلاف الذي لم يأكل. لكن إن شاء الله قرب رمضان، وإذا جاء رمضان إن شاء الله نسينا الغداء ما الغداء. طيب بارك الله فيكم.